الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148,100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس 148,000 دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا في محل الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 148,000 مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 147,900 دينار مقابل كل 100 دولار. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي لتصل إلى أكثر من 278 مليون دولار مقارنة بيوم أمس، وقالت مصادر صحفية إن البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي باع 278 مليون و525 ألف و332 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويقات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. قالت رابطة صناعة النفط في كردستان العراق إن حكومة بغداد لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط، وأضافت الرابطة أنه يجب الحفاظ على شروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء، داعية إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية. هذا وبعد عقود من صراعات مستمرة تستغل السلطات في بغداد فترة من الاستقرار السياسي النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق وإعادة بلورة علاقاتها مع أربيل، وذلك وفق خبراء ومسؤولين سياسيين. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط بشكل طفيف برغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 83 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و55 سنتا للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 83 سنتا أيضا ليصل إلى 88 دولارا و95 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين الكيان الصهيوني وحركة حماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط. قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق خالد العسيلي إن التجارة بين تركيا وفلسطين زادت بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح العسيلي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين ناهز مليار دولار رسميا، لكن الرقم الحقيقي أكبر من في الواقع، مضيفا أن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين تعزز كل عام وأن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي. وأشار إلى أن التجارة بين فلسطين وتركيا زادت بمتوسط 15% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية خلال فترة توليه الوزارة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، وكذلك إلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.